مساء الخير، كيفكم يا شباب؟ طلابي e-marketing. اليوم حاب أفرجيكم فيديو صغير، أو رح نعمل فيديو مع بعض على يونت جديدة لأنه تبعها analyzing the market. وهذا هاي اليونت كتير ضرورية إذا إحنا بدنا ننهي أول مرحلة في الماركتينج اللي هي situation analysis. Definitely we need to analyze the market environment. في هاي اليونت من كلاب كوتلر في learning resources رح أعمل two separate videos غير هذا عن المايكرو والمايكرو والماكرو economy environment. بس اليوم حبيت اليوم عملت إشي هيك جديد بمود اللي اسمه book، وحاولت أضيف هيك شوية شغلات فعطيتها اسم للماركتينج انفايرمنت المايكرو والماكرو. واذا انتم شايفين مكتوب هيو كلام كتير حلو ولطيف. ماركتينج does not operate in the vacuum. الماركتينج مش بتعيش في فراغ، بس في rather in a complex and changing environment. طبعا البيئة بتتغير معقدة، في الاكترز والميجر environment forces, actors like the suppliers, intermediaries, customers, competitors, وهدول may work with or against the company. كمان major environment forces زي ما رح نحكي عنهم قدام بفيديو لحاله، اللي هم demographics والeconomics والtechnology والnatural, political, cultural. وهدول they shape marketing opportunities أو they pose threat تهديد أو and affect companies' ability to build customer relations. بس بالنهاية in order to develop an effective marketing strategy بالضرورة هاي الخطة marketing strategy you must first understand the environment in which you operate. إذا ما فهمت البيئة اللي أنت بتشتغل فيها definitely you're not going to be able to build a successful marketing strategic plan. بدنا ندخل هون وشوفوا هذا يمكن ضروري تنتبهوا شوي. ما شاء الله سريع. ف it's like a book you know. Marketing environment مايكرو و ماكرو زي ما حكيت السبوك ممكن يكون هون في أكثر من شابتر، وهذه زي it's a table of content. You can go لأي شابتر إذا بدك أو أي موضوع اللي بدنا إياه. فأنا عامل هون two different chapters ماكرو والمايكرو environment. خلينا نحكي في الماكرو. الماكرو environment في عنا إشي اسمه pestle analysis رح نحكي عنه لقدام. بس قبل ما نروح هذا الجرافيك كتير حلو بيوضح الماكرو فورسز ماكرو انفايرمنت فورسز. ليش اللي بدي تنتبهوا عليه اللي هو ديموغرافيك انفايرمنت اللي التركيبه السكانيه للمجتمع اللي انت بدك تعمل فيه ماركتينج، وهذا كتير كتير ضروري. باي ديفينيشن ديموغرافي از ذا ستدي اوف هيومن بوبوليشن ان تيرمز اوف سايز density, location, age, gender, race, occupation, and their statistics. فالديموغرافي انك تدرس البيئة، طبيعة السكان، حجمهم، كثافتهم، موقعهم، أعمارهم، شو بيشتغلوا. وهذا الستدي الديموغرافي كتير ضروري عشان تشوف تركيبة المجتمع اللي انت بدك تعمل فيه ماركتينج. So demography involves people. Well, people هن اللي بيعملوا السوق، يعني market هو الناس. فعشان هيك demographic وين كنا؟ Changes in the world demography environment have major implication on business. So أي تغيير في البيئة راح يأثر على ال businesses. وعشان وبالتالي الماركترز اللي بيشتغلوا في الماركتينج they need to keep close track on demographic trends.
لازم يتبعوا التغيرات في الديموغرافي وطبيعة السكان. فانتبهوا شوي، هذا الستدي معمولة عن أمريكا، ففي دراسة تحليلية عمالها أظهرت التركيبة the structure of the population في الأمريكا في the United States، وحكوا إنهم 332 مليون and راح يصير 364 مليون بالسنة 2030. الإشي المهم كتير اللي هو changing age structure of the population. فهذا التحليل عماله بتطلع على التركيبة العمرية للهيكلية العمرية في السكان، فبيحكوا على إشي نوع من الناس اللي بسموهم البيبي بومرز، وهدول الناس اللي انولدوا بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هم مولودين بين 1946 و64، وهدول بشكل 26% من تعداد السكان، و 70% من nation disposable income، يعني من 70% من الدخل دخلهم بروح بيشتروا فيه. كمان هم نص عدد ال consumer spending. As they reach their peak spending year, boomers will continue to constitute lucrative marketing. وهدول رح يشكلوا سوق غني، مش بس غني، غني جدا لمنتجات وخدمات. فمن الغلط it would be a mistake to think of older boomers as phasing out or slowing down. ومش منطق انك تروح تشوف هدول اللي اعمارهم كبيرة انهم رح يموتوا او رح يندثروا او فهن دائما بيفكروا انهم شباب صغار no matter how they get old. فهدول البيبي بومرز تدرسهم بيحكوا على جنريشن اكس، وهدول اللي مولودين بين سنة 65 و76، وهدول سموهم هيك لانهم they are more cautious economic outlook and they are more skeptical. وهدول يعني حذرين ومترددين في العمليات الشرائية. وطب من المرجح أن يكونوا أكثر تقبل المخططات الإعلان غير لائقة لتسخر من تقاليد. Anyways، بس في هدول الناس المجموعة الثانية اللي هن الميلينيالز اللي هن مولودين قبل 2000، من 77 ل2000، وبعرفش إذا أنتوا رح تكونوا من أي نوع، بس mostly أكيد ممكن أنتوا في منكم in generation Y، generation Z. هدول البيبي بشكل 83 مليون أو أكثر، وهدول الجيل الأكثر في الضائقة المالية، بس هن they make up a huge and attractive market now and in the future. بس هدول عليهم بركزوا عليهم في التسويق، هذا الفئة العمرية. الجنريشن زد اللي مولودين بعد الألفين، طبعا هنا almost 82 مليون، وهي الفئات العمرية kids up to 10 years of age، teens من 8 إلى 12 ولا 18، أو طبعا هلأ إحنا بسنة العشرين معناته للعمرهم 20. وهدول they represent tomorrow's market، هدول السوق اللي في المستقبل. وهدول اللي مربوطين بالصراعات زي اللي كنا نسمعها يحكوا عن شوزات وماركات، وهدول الجيل اللي بيشتغل على هذا مربوط بهاي بالبراندينج. طبعا هدول التركيبات ضروري اذا بدنا نشتغل في مجتمع فلسطين، لازم نعمل دراسة ديموغرافي للتركيبة السكانية، وكل فئة من هدول الفئات ممكن تعرف انت كيف تستهدف شو نوع البضاعة او شو المنتج او الخدمة اللي ممكن هدول يستفيدوا منها. وبتمنى تكون استفدتوا من هاي. قبل ما ننهي، في كمان عندي هذه
DSM Digital School for Marketing هاي موجود على النت بيحكوا على PESTEL اللي هي اللي هم البوليتيكال ايكونوميكال سوشيال تكنولوجيكال انفايرمنتال وليجال وهدول الماكرو ايكونوميك فاكتورز اللي كمان لازم الواحد يدرسهم فأرجو تطلعوا عليهم ضروري وهذا فيلم فيديو دعاية والله يعطيكم العافية وإن شاء الله بنعمل كمان فيديوهات بنحكي بالتفصيل على المايكرو والماكرو. Thank you.